عزيزي طالب السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بك في هذا الشرح السريع لقصة سوينغ الأرجوحة للكاتب محمد خضير. نبدأ بالجزء الأول لشرح هذه القصة القصيرة. قصة سوينغ تتحدث عن الحرب عام 67. The Swing is one of the best short stories about war. هي واحدة من أفضل القصص القصيرة عن الحرب. محمد خضير وهذا هو الكاتب wrote this short story after the summer 1967. محمد خضير كتب هذه القصة القصيرة short story بعد صيف عام 67 وهو الحرب war against Israel ضد إسرائيل. خضير later wrote كتب محمد خضير فيما بعد I was 25 years old when I wrote The Swing. كان عمري 25 سنة عندما كتبت The Swing الأرجوحة. I actually found it very difficult to control the personal feelings. وجدت من الصعوبة السيطرة على مشاعري personal feelings الشخصية. Storming inside a young man التي تعصف في داخل رجل شاب يقصد نفسه. With a crude experience مع خبرة خام يعني ما كان عندي خبرة in politics and war ما عندي خبرة خام. شوف هاي الكلمة خام بمعنى خام راح تجينا بالسؤال الأول عن القصة. Yes I was fully aware yet I was fully aware of the conditions of story writing. مع ذلك أنا كنت مدرك تماما لأوضاع أو ظروف كتابة القصة في ذلك الوقت. The Swing is a severe condemnation. أيضا هذه الكلمة راح تجينا بالتمرين الأول بمعنى إدانة أو استنكار أو شجب. Severe condemnation وهي إدانة شديدة وقاسية of war wherever it happens للحرب أينما توجد أو تحدث. It is a sincere invitation هي دعوة مخلصة to sustain family lives لإطالة أو دعم حياة الأسرة to make childhood لجعل الطفولة secure آمنة and to love one another أيضا لنشر المحبة بين الناس. It tells about a soldier. إذن هنا نبدأ برواية القصة هي تتحدث It tells تعود إلى معنى القصة تتحدث عن جندي soldier ستار. إذن هذه الشخصية الأولى وأهم شخصية في القصة ستار who has just returned from the hell of war الذي هو لا زال عائدا أو توا عائد من جحيم الحرب carrying a message for the family of his friend ينقل رسالة إلى عائلة صديقه اللي هو بالحرب. His friend من هو صديقه علي. علي إذن هاي الشخصية الثانية was killed in battle قتل في معركة leaving his mother تاركا والدته his wife وزوجته and his little daughter وابنته الصغيرة حليمة. إذن حليمة أيضا هذه الشخصية الثالثة